السلام عليكم. الجيش الأمريكي في حالة تأهب قصوى لهجوم إيراني محتمل في الشرق الأوسط. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشف مسؤول عسكري اليوم الخميس أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب قصوى ويعزز قواته في الشرق الأوسط للرد على هجوم إيراني محتمل. وقال المسؤول في تصريحات لصحيفة بوليكثيو الأمريكية إن البنتاغون يراقب عن كتب مؤشرات مقلقة بشأن استعدادات لهجوم محتمل من قبل الفصائل الإيرانية في العراق. واستأنفت الجماعات الإيرانية مؤخرا شن هجمات هناك بعد عام تقريبا من إطلاق طهران صواريخ باليستية على قاعدة عين الأسد الجوية في غربي العراق. وفي هذا الهجوم أصيب أكثر من 100 من أفراد الخدمة الأمريكية بجروح في الرأس. ويوم الخميس أعلن البنتاغون أنه نقل قاذفتين من طراز B-52 من قاعدتهما في باركسد بولاية لوس أنجلوس إلى الشرق الأوسط لتعزيز رد العدوان في المنطقة. وخلال الأسابيع الأخيرة اتخذ الجيش الأمريكي خطوات أخرى تشمل إعادة حاملات الطائرات USS نيمتز إلى الشرق الأوسط وإرسال سرب إضافي للطائرات مقاتلة من أوروبا. وفي تعليق على هذه الخطوة قال مسؤول عسكري الذي طلب عدم نشر اسمه إنها تهدف إلى ردع إيران عن اتخاذ أي إجراء عدواني ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في المنطقة. وأضاف المسؤول أن وزارة الدفاع الأمريكية قلقة من أن طهران قد تستفيد من عمليات الانتقال الرئاسي الأمريكي وانسحاب القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، وكذلك الذكرى القادمة لقتل الولايات المتحدة لقائد فريق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وأضاف كل هذه المعلومات تجعل من الحكومة اتخاذ وضع دفاعي قوي حاليا في المنطقة، مؤكدا أن هذه التحركات ليست هجومية في طبيعتها. وتابع المسؤول العسكري ليس هناك خطة للهجوم، هناك خطة لتصوير وضع دفاع قوي من شأنه أن يعطي خصما محتملا. يأتي هذا في الوقت الذي تنشر فيه القيادة المركزية للقوات الأمريكية على حسابها بتويتر اليوم فيديو يظهر تحليق قذيفتي قنابل من نوع B-52 تابعتان لسلاح الجو الأمريكي مع طائرات من سلاح جو تابعة لشركاء إقليميين. وفي تغريدة أخرى قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي إن القدرة على قيادة قاذفات القنابل الاستراتيجية والتحليق دون توقف في مهمة عابرة للقارات ودمجها بسرعة مع عدة شركاء إقليميين تظهر علاقات عملنا الوثيقة والتزامنا المشترك بالأمن والاستقرار الإقليمي. وأضاف قائلا على الخصوم المحتملين أن يفهموا أنه لا توجد دولة على وجه الأرض أكثر استعدادا وقدرة على نشر قوة قتالية إضافية بسرعة في مواجهة أي عدوان. نحن لا نريد الصراع، لكن علينا أن نحتفظ بالتزاماتنا وأن نبقى على استعداد للتعامل مع أي طارئ لمواجهة أي عدوان. في الأخير إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.